خطط لتطوير التعليم المصري طرحها الوزير المسؤول تتعلق بتدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية سواء التجريبية لغات أو العادية، أثارت كثير من الجدل واعتراضات طلاب وأولياء أمور. جدل يسيطر على أحاديث أولياء الأمور حول ما طرحه وزير التربية والتعليم من إلغاء تدريس العلوم والرياضيات بالإنجليزية في المدارس الحكومية التجريبية اعتباراً مع العام الدراسي المقبل، قبل أن يعود ويؤجل تنفيذ قراره إلى العام بعد القادم، وهو ما أثار مخاوفهم مع عدم قدرتهم على إلحاق أبنائهم بمدارس اللغات الخاصة. أنا مفضلة أن المدارس التجريبية تفضل زي ما هي كده إنجليزي، ولو حابة ان انا يعني اخد عربي ممكن يضيف حاجة تقوي العربي مع الانجليزي، لكن هو يلغي خالص المدارس التجريبي بالانجليزي لا مش معايا، مش بأيدي. انا ميز ابني ازاي طالما ما فيش نجاح وسقوط؟ انا قيم ابني ازاي طالما ما فيش تقدير ان هو يقدره؟ ازاي ابني ما يمتحنش من اولى لتالتة؟ ازاي منظومة كده هتبقى فاشلة كلها. لما عيل يجي يدرس العرب الرياضة عربي والعلوم برضو علوم، يجي بعد كده يجي في أول عدادي هيدرس بقى الأنجل والتريانجل والبارالوجرام والحاجات دي في الماس، إزاي المصطلحات كلها جديدة عليه. ويبلغ عدد الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة أكثر من 20 مليون طالب، وتتضمن خطة التطوير الجديدة اعتماد نظام يبتعد عن الحفظ والتلقين وإدخال التكنولوجيا الحديثة في التدريس وتعزيز اللغة الأم، ولا توجد امتحانات حتى الصف الثالث الابتدائي، وسيتم تطبيقها تدريجياً على من يلتحقون بالدراسة العام المقبل. الخطة الخاصة وزارة التربية والتعليم خطة جيدة جداً، الإطار العام بتاعها إطار طموح. موضوع التعريب الوزير طارق شوقي لم يذكر كلمة التعريب مطلقا، مفيش دولة في العالم بتدرس أطفالها وأبنائها قبل سن 10 سنوات المواد أو المقررات عليهم بلغة غير اللغة الأم، سواء كانت دولة عالم ثالث أو دولة متقدمة. المدارس التجريبية أثبتت فشلها وتم إلغائها في عديد من البلدان، وكان آخر حاجة ماليزيا. الوضع الحالي في المدارس التجريبية يؤكد أن هو وضع مزري للغاية. وبرغم آراء المؤيدين والمعارضين، مشكلات أخرى ستواجه تطبيق النظام الجديد كتكدس الفصول ونقص عدد المدارس وانتشار الدروس الخصوصية، وهو ما يقتضي بحسب خبراء خططا موازية تهدف لحل هذه المشكلات. من القاهرة هاشم مناع، اليوم على الحرة.